يلا كل التوفيق، نروح إلى جامعة الكفيل. سؤالكم المشترك يقول، السؤال يقول: شباب، شاعر شيعي قال عنه النقاد بأنه أول من أدخل الجدل المنطقي في الشعر العربي، هل هو دعبل الخزاعي أم الكميت بن زيد الأسدي أم أبو فراس الحمداني؟ الأسماء تكررت لكن المضامين والأسئلة اختلفت. شباب خلونا مركزين، 30 ثانية عندنا، خلونا نصل للإجابة الصحيحة. مشترك، تشاورتوا؟ تأكدتوا ولا تفكرون بانفراد؟ 9 ثواني باقية، أحتاج إجابة. إن شاء الله الإجابة تكون الشاعر دعبل الخزاعي. دعبل الخزاعي أول من أدخل الجدل المنطقي في الشعر العربي. كنترول، بما أن الوقت انتهى، الإجابة هي خاطئة للأسف يا محمد. الإجابة ليست دعبل الخزاعي. ما كانت عندكم معلومة؟ لا صح، ما ضربة حظ. الكميت بن زيد الأسدي. استبعدتوا أن تفوزون بنفس الاسم أو بنفس الإجابة في سؤالين صح؟ لا، أنا مطلع على شعر الكميت، ما صورته. استبعدته. يعني ممكن لأنه فزتوا بأحد الأسئلة بنفس الإجابة؟ لا استبعدته، يعني اطلع على شعره سوى باحق يعني. عموما الإجابة كانت غير موفقة للأسف في هذا السؤال، وبالنتيجة رصيدكم بقى 120 درجة، والشباب رصيدكم 80.